مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، مرحبا بكم. وحقيقة اليوم موضوع مهم جدا يتناول يعني حوادث السير والملاحقات العشائرية وكثير من هذه المسائل. يعني مثل ما سمعت في المقدمة، الناس تخاف يعني يصير حادث، الناس تخاف ما تتدخل خوفا من الدقة العشائرية أو الملاحقة العشائرية. كيف الملاحقة العشائرية؟ لأنه إذا تنقذ إنسان يجون أهله يتهمون وتصير ويجيب عمامك ويجيب عمامي، فالعالم بدأت تخاف من هذه الناس، بدأت تخاف، بدأت تقول لك تشوف أنا قدامي أشوف إنسان يموت أمام عينه ما يتدخل. سببها مع كل احترامي وتقديري لعشائرنا العراقية الأصيلة الكريمة، ولكن هناك ضيعات النفوس اللي هدفهم هو ليس الإنسان بحد ذاته، وإنما هدفهم هو الكسب المادي. أكرر، هدفه ليس الإنسان، ليس محبة الإنسان، لا، ولكن هدف الكسب المادي من جراء يعني الحادثة أو ما يحدث. أكرر، القليل جدا يسلكون هذا السلوك، القليل جدا حتى لا وعمي. طيب احنا اليوم إذا نجي حوادث الطرق بالعراق أصبحت حديث العالم بصراحة، اللي ما يعرف يعرف، يعني نقول له أصبحت حديث العالم. يعني حتى في أوروبا اليوم يقول لك، ينطي مثل نايم في سويسرا عند صديق صحفي، دائما نتكلم أنا وهو مدير جريدة، أصبحت حديث العالم. يقول لك العراق ليش؟ لأنه اليوم في العراق للأسف الحوادث المرورية وحوادث السير بالعراق فاقت الحوادث حتى الإرهابية. يعني بصراحة جبت لكم يعني شوية أرقام وبعدين ندخل بالتفاصيل. الأرقام تقول في بيان وزارة التخطيط العراقية، يقول 83% من الحوادث هي بسبب السائق، 83%. طيب 6% بسبب السيارات، 5% بسبب المشاة، 6% لا ترتبط بالطرق، تركيبة الطرق. احنا نعرف شلون طرقنا، يعني خصوصا طرق الموت، بصر عمارة، ناصرية ديوانية، اربيل بغداد، بغداد الكوت، يعني يسموها طرق الموت، هي تحصد الكثير من الأرواح. طيب حوادث الاصطدام كانت 55%، اصطدام سيارة مع سيارة، أما حوادث الدهس فكانت 34%. على هذا الأساس كانت خلال العشرة الأعوام الأخيرة، انتبه إلى هذا الرقم الصادم، العشرة الأعوام الأخيرة كانت 66,000 حادث مروري، 66,000 حادث مروري تسبب بوفاة 23,000 شخص تقريبا، 23,000 تقريبا، 23,000 شخص، وإصابة 79,000 آخرين. أما الأعوام الثلاث الماضية فسجلت 27,195 حادث مروري، الضحايا كم كانوا؟ كانوا 6,340 شخص، في حين ضحايا الإرهاب في عام 2021 لم يتجاوز الـ400. ٢٠٢١ مشاهدينا الكرام، أنا خلي أتطرق لهذه الأرقام دفعة واحدة حتى أنتقل إلى التفاصيل، حتى تبدون يعني شوية تعرفون، أكيد تعرفون، بس إحنا وين رايحين؟ هذا السؤال، وين متجهين؟ وين متجهين؟ يعني هذه الحلقه اللي جاي بندور بها وعلى جميع الاصعده. يعني ماكو مثلا واحد يجي يوم من الايام يحط في بوده هيك يوقف هذه الحركه، هذا المسير العجله هذه اللي جاي تصير بطريقه عجيبه، بطريقه مضحكه. بطريقه مضحكه. في عام 2021 8,286 حادث مروري سجل.
حالات الوفاة 2152. الحصر يعني فقط ليست مقارنة، ولكن شفت الرقم أمامي يعني أقوم بهذه الدراسة. في سويسرا في 2000 في سنة 2021 كانت 200 حالة وفاة جراء الحوادث الموتورية، 200 مقارنة ب 2152. ماذا يحصل؟ قبل أن ندخل بالتفاصيل، مشاهدينا الكرام اللي يحب يتواصل ويانا على ارقامنا اللي تظهر اسفل الشاشه او ظاهره تقدرون تتصلون تعطونا ارائكم. زملائي ابراهيم وحسن تطرقوا الى مساله الطبيب تعرضت الى ان اتصال. لا ما اتصل. ابراهيم وحسن تطرقوا الى السيده الطبيبه. ناخذ السيده المحترمه نوال من البصره. مرحبا. الو. نعم الو. يا تفضلي معك. تفضل. الو دكتور. تفضل. الو دكتور. بس لحظه لحظه، وطي لي صوت التلفزيون وتكلمي منها. دكتور صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح. دكتور احنا نعاني من هاي المشكلة اللي جاي تتكلم عنها، الحوادث اللي في الشوارع بالطرق طبعا. سدير التلفزيون الله يخليك، شوفر علينا الوقت لانه وقتي قليل جدا. وطير التلفزيون اذا انت. الشرف في معرفتك وحضرتك، شخصية مهذبة ومثقفة طبعا، هاي شرف للعراق الجميع طبعا. شكرا دكتور. هنا نعاني من هاي المشكلة. يقول يعني انا ما اقدر من اشوفه. نصيته دكتور كلش. اي دكتور نعاني من هذا الشيء، يعني الشخص معرض الى الحادث، روح مشموره بالارض، لا احد يحملها. يقول انا لا والله اعاني، خاف اهله يقولوا انت اللي قتلته. من يقول انت اللي دعمته؟ احنا نريد الحلول. شنو الحلول من حضرتك من اي شخص؟ ان مثل الكاميرات هي اللي مثل تشهد ان هذا الشخص حمله وداه المستشفى، او اكو اشخاص اخرى لازم تكون مثلا، لازم تكون شاهد على هذا، شاهد عيان، لان لازم يلقى حل، لان اكثر الشخص يتوفى ويودي بحياته بسبب انه ما حد يلقى شخص يحمله وينقذه ويوديه المستشفى كاقرب وقت نقدر ننقذه. فنجد لازم نجد الحلول. والعشائر طمعها كلش، نعاني من طمع العشائر، يريد بس ياخذ فلوس وكذا، ما يفكر بروح هذا الشخص، من نقذه ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا للاتصال. ناخذ اتصال ام كرم. انقطع الاتصال نواصل وياكم. نكمل وياكم. طيب يعني انتم تشوفون العالم تخاف، يعني بدل ما يروح مثلا شخص ينقذ ابنكم بين قوسين، تجون تطالبون بالفصل، انتم يعني تريدون فلوس مثلا، تريدون ابنكم لو تريدون الفلوس، مو حتى نفتهم. يعني اذا تريدون فلوس فهذا بحث اخر. يعني انت ما يهمك ابنك، ما يهمك انقاذ ابنك. هذا الكلام موجه للذين يفكرون بهذه الطريقه، حتى يكون كلامي دقيق جدا. الكلام موجه للناس اللي تفكر بهذه الطريقه، اللي تتخذ ابنائها وسيله لتحصيل المال. احنا نعرف يعني حتى صارت حوادث كثيره، يجي واحد يشمر نفسه امام السياره، يرمي نفسه امام السياره حتى يظهر بانه دعمته السياره، على مود يعني تشتغل الفصول العشائريه. يعني حقيقه اسمحوا لي حتى استغل الوقت، العشائرنا العراقيه الكريمه الاصيله لا ترك بها، اكرر القليل منهم، ولكن هذا القليل يعطي انطباع حقيقة سلبي وصورة سلبية عن عشائرنا العراقية الكريمة الأصيلة، اللي حقيقة أحرار، هم أحرار ويرفضون هذه السلوكيات الخاطئة، يرفضون هذه السلوكيات الخاطئة. طبعا احنا تكلمنا اليوم حتى ندخل في صلب الموضوع، اليوم الحوادث المرورية مسبباتها ثلاث عوامل يعني تكون الحوادث المرورية: السائق والطرق والمركبة. اكو غيرها؟ ماكو غيرها. السائق والطرق والمركبة. طيب السائق اليوم
يعني انا اليوم لما اجي افطر في بغداد وحتى في مناطق ثانيه سياقه جنونيه، سياقه يعني حقيقه لا استطيع وصفها، جنونيه، سياقه مو طبيعيه. يعني في الشوارع الفرعيه يوصل الى 60 كيلومتر بالساعه او 70 كيلومتر بالساعه. السيده نوار من بغداد، ما خرج ام كروان، العفو ام كروان من بغداد، تفضلي. السلام عليكم، ابن شلونكم؟ يا مرحبا، حياك الله. اسلم عليك، على حسناء، على ابن ابراهيم همين، عليكم على الكادر كلهم. يا مرحبا. الله يسلمك، ابني ربي يحفظكم ويعافكم على المواضيع اللي تقلوها. والله العظيم يعني هذه حاله صارت بينا احنا، يعني تصدق يعني جرالي بنت اختي زوجها خطيئة راح يروح يجيب مخبر، ايش على هاي الشغله؟ جت من هناك سكوته ضربته، تصدق يعني من ضربته سكوته، ما حد شالت واحد من بعيد طاقته هو انهزم، لو راح كان ملحقيه ما مات، بس بقى بالشارع وطى عمره، ورا فتره طاقين صورته بالاول سكوته اللي ضربه طاقين صورته بالانترنت، طلع والله حتى بنهم ما اخذوه من عنده لان ولده يخافون، قالوا حرام. والله العظيم ما اكذب يا ابني، زين؟ يعني وصل بينا هيك حاله نضرب مثلك ما يخاف شيله شيله يجوز يجوز بعده بيروح الضربه برا صارت زين هاي وصل بينا مع الاسف بعد احنا العراقيين عندنا غيره وعندنا هاي اكو حاله تلاخ يا ابني اكو حاله تلاخ مرات اكو مع مثلا يصير شيء تشيل المريض تاخذ من المستشفى اهل او ما او تشيراته يكون شو منه الاجابه يقولون انت ضربته وهناك فصل وهو خطيه ما لا ذنب ولا شيء، اللي ضربه النزم راح. اللي ضربه النزم راح، بس هذا انسانيه سواه، العالم من هاي هم قامت تخاف من هاي الحالات. وانا من عندك انت تحكي وها هي، واذكر قناه الرشيد. ان شاء الله، ان شاء الله يا عيني، شكرا جزيلا للاستاذ مكرم. ناخذ ايضا الاستاذ ابو سجاد من كركوك، تفضل يا عزيزي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. دكتور شلونك عيني؟ يا مرحبا، حياك الله. الله يعزك دكتور، فد مره صار وياي اني موقف اللي لا احكي لك اياه، يعني وياي اني شخصيا صار. اجيت فد مره عن طريق الصدفه شفت فد مجموعه واقفين هوايه. انا جيت بسيارتي مريت شفت شنو هذا، لقيت فد شخص بالقاع ملقى على الارض. كان مغمى عليه. فأنا ايش سويت بهاي الحاله؟ قلت لهم يابا ليش ما حد يشيله؟ هذا رجال بكي الله به مجال يعني واحد فشخص نقدر ننقذه. ايه فأنا ايش سويت؟ السياره اللي كانت ضاربه التكيه حمل، هو الولد المضروب كان عنده دراجه ناريه. فأنا راسا ايش خليت؟ ولد من المنطقه قلت له اصعد ويا ابو الكيه الحمل. لحقني للمستشفى، انا ملتزم بالداخل يمكن حكيت لك في البدايه لو. تفضل واصل عزيز حتى نستثمر الوقت. تفضل. ايه. فاني شلت وياي خليته بالسياره مالتي، كان يعني عنده نزيف من راسه اذن. وصلت للمستشفى، تعرف على ما وصلت سياره الحمل يعني استخر، فاني كنت امشي شويه بسرعه. من وصلت للمستشفى اول ما اجاني المنتسب قال لي انت اللي ضاربه. قلت له اخي اول شيء انا منتسب وانتم بهذه الطريقه مالكم ما تخلون بعد انسان يشيل انسان ويسوي له في حاله انسانيه. فاخي هذا الاسلوب مالتك انت عدله. راسا سحبني يريد يوديني يعني مثلا للحجز، اكو عندهم حجز داخل المستشفى. قلت له اخي اول شيء انا منتسب وما اسمح لك انت تحكي هذا الحكي. عيب عليك، احترم نفسك اول مره استفسر بعدين تقدر انت بش الساعه تاخذ اجراء. ابو الكيه الحمل وراي هسه يجي والشخص انا مساعده وياه وصعد الشخص وياي والحمد لله والشكر انقذت حياه هذا. راسا دخلوه للمستشفى وللعمليات والحمد لله والشكر انقذت حياته. فهذا الاجراء دائما يعني المنتسبين مع احترامي لكل المنتسبين انا منتسب يعني لازم يتاكد يلا يعني حتى لا تصير يعني عند الناس تكون يعني مثلا من شخص يريد ينقذ شخص يقول لك انا راح اتورط، انا بعد بحياتي ما اشيل هذا الشخص. شكرا جزيلا دكتور. وصلت الرساله يا عيني، شكرا جزيلا لاتصالك الكريم، شكرا جزيلا.
مشاهدينا الكرام، يعني اذا تاخرنا بالوقت نقدر يعني القسم الاخر نكمله في الحلقه السبت القادم ان شاء الله، فيعني حتى نكفي الموضوع ونعطي استحقاقه. قلنا بانه اليوم حوادث السير تتكون من ثلاثه، يعني المركبه والسائق والشوارع. اما السائق فحدث ولا حرج، يعني قلنا السرعه الجنونيه اللي سكن بها السواق، يعني حقيقه لا اعرف كيف اصفها. يعني قلت في الشوارع الفرعيه، الشوارع الفرعيه تصل 60 و70. طيب انت 60 و70 ما تفكر مثلا تعطفل، تطلع سيده كريمه، رجل كهل يعني اللي يقدر يمشي، تطلع واحد يعبر بطريقه يعني باله يكون مشغول وطلع عبر. وصارت حوادث كثيره سيما في المناطق الشعبيه، يعني الله يسلم اوانا يحبون الانجاب، كثره الانجاب، ومن ثم الاطفال يطلعون يلعبون برا، وهذا يجي بسرعه جنونيه فتصير الحوادث نتيجه السرعه الجنونيه. النقطه الاخرى بانه اكو كثير اليوم للاسف حالات اطفال يسوقون، يعني اطفال غير مؤهلين، يعني ما واصلين عمر 18 سنه، وانا شفتهم في بعض الشوارع، يعني حتى لو كانوا بعيدين عن عائلين السلطات ولكن موجودين. هذول ايضا يشكلون خطر كبير. طيب نقطة أخرى، أنا هذا الموقف شفت يعني بأم عيني، يعني رجل كان يمشي أمامي، الله كتب له عمر جديد. أنا من أمشي في شوارع بغداد الله تحفظ، يعني أحاول جهد الإمكان أمشي على الرصيف، يعني جهد الإمكان أخذ الحائط. ليش؟ يعني أعرف الوضع وأعرف شلون يسوقون. شخص يمشي أمامي أقسم بالله يعني كتب له عمر جديد، لأنه إجا واحد أنا شفته يلعب بالتليفون مالت النقال، فوصل الى نقطه معينه وكانما هذا الرجل يعني ما اعرف يعني ملك، راسا للساق بلحظه معينه راسا لا في السياره، اجت على الشخص هذا قلت له انت عمي الله كتب لك عمر جديد. هو كان كبير بالعمر الرجل، يعني تقريبا 70. قلت له انت الله كتب لك عمر جديد. استخدام الهاتف في السياره يعني حقيقه واحد شيء يقول. طيب أكو نقطة أخرى، اللي يسوقون بالليل قالوا أعرفوا مش ذا أقول، استخدام الضوء العالي، يعني الضوء يعني طبعاً يسمح به في قوانين السياقة في حالات معينة، بس إحنا لا بالعراق بالليل نفتح العالي ونمشي والشوارع عندنا ضيقة، فليصير أنت لما تيجي تفتح العالي الضياء العالية والشوارع ضيقة فيصير الحادث يموت ناس بالليل، ومن ثم يجي يقول لك صار حادث قضاء وقدر. مفهوم القضاء والقدر ولو أنا اختصاصي مو ديني، ولكن راح أتناقشه وياكم يوم من الأيام في من الجانب العلمي، لأنه العالم فهم خطأ مفهوم القضاء والقدر. يعني اليوم أنا أجي أقتل الناس وأقول قضاء وقدر، مو يصير بهذه الحالة، يعني نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يعني كيفه، هو أكيد كيفه، بس الله أنا عقل. يعني مثلا الشوارع المهدمة أو الشوارع المهترية، ونعرف عن كثير يعني قلتها قبل شوي، وخصوصا الطرق الخارجية. أي طيب، ما هو هذا الشوارع هي الشوارع مميتة، أجي أقول قضاء وقدر، العقل ما يتقبلها، مو أدنى منطق عندنا عقل وما يتقبل، وإذا هو الشارع متدور منتهي وأجي أقول قضاء وقدر، لا مو قضاء وقدر، هذا قتل اسمه يسمى. يعني أضربكم مثال توضيحي. طيب يعني اليوم أني عندي بيت، هذا البيت السقف مالته يعني قايل الى السقوط. طيب فشنو اقول؟ اجي اني اقول للناس تعرفوا انتم هذا البيت ناموا. اي طيب، وانا راح اصير قاتل. ليش؟ لانه اني اعرف بانه هذا السقف مالته قايل الى السقوط، وعندما يسقط السقف سوف يقتل الناس. اذا انا شاركت بعمليه القتل لانه اعرف مسبقا بانه هذا السقف قايل الى السقوط. اذا انا شاركت بعمليه القتل. مساله كلش بسيطه، يعني ما تحتاج لها تعب، شوية منطق. لأنه يعني لما أعرف أكو مثلاً مشكلة معينة وأعرف سبب المشكلة، طبعاً إضافة إلى راح نجي هسه، أعرف سبب المشكلة والشوارع طبعاً وشارك بعملية القتل، لأنه يعني عندي القدرة بأنه أصلح هذا الشارع، عندي القدرة بأنه أمنع الناس من الدخول إلى هذا البيت اللي سقفه إلى السقوط. طيب
اكو نقطة أخرى، بعض الناس تتوقف سياراتها على الخطوط السريعة، فما عنده المثلث الفسفوري اللي يعني يحطوه على بعد تقريبا أكثر من 150 متر. ليش؟ حتى السيارات الجاية تشوف المثلث الفسفوري ومن ثم تتجاوز، يعني تروح إلى يعني حتى تدخل السيارة. كثير من الناس لا يا مثلث فسفوري يا مثلث فسفوري، هو حاير شلون وقفت السيارة مالته، وحاول يعني يحاول يلقي له حل ويفكر بطريقة أخرى يعني. طيب أكو نقطة أخرى اللي هي طرقنا إليها، نقطة الشوارع والقائمين على الشوارع يجب أن يتحملون المسؤولية الكاملة بإصلاح الشوارع. عندنا مسألة المركبات يعني تفقد المتانة، يعني يقعد كثير من المركبات حقيقة تفقد المتانة، يعني ما بيها متانة، تساعد أيضا بأنه بكثرة الحوادث في الشارع. الناس وصلت إلى مرحلة نتيجة كل هذه الحوادث الجالسية وكثرة الأعداد الضحايا اللي يصفون، الناس أصبحت إلى نقطة منهم من يخاف، مثل ما تطرقنا من الملاحقة العشائرية بأنه أنت لما تجي تنقذ حياة إنسان طالبك عشائرية. أنا ما أعرف شنو الحكمة، أنا قلتها قبل شوية، زين أنتوا هاي العشائر يعني المسألة مو حقيقة، يعني البعض أكرر البعض أصبحت معيبة. أكو رأي عام، يعني أنت اليوم لما تيجي تشوف الجواز العراقي يتصدر المرتبة القبل الأخيرة، أكو لها أسبابها، أكو لها أسباب. اليوم لما تيجي اليوم الجواز مثلا، وموضوع مو جواز العراقي بس، حتى أعطيكم بأنه سمعة البلد جد مهمة. طيب اليوم المواطن العراقي ممكن إلى حق يفوت ما أدري يعني 20 أو 30 دولة، يتصدر زي المرتبة قبل الأخيرة، ليش؟ أكو لها أسبابها، لها أسبابها، لأنه يعني هذا اللي جاي يصير مو طبيعي، اللي جاي يصير بلدنا مو طبيعي وعلى جميع الأصعدة. الأخطاء الطبية راح نتطرق لها إن شاء الله في حلقات مقبلة، الأخطاء الطبية حدث ولا حرج، الأخطاء التعليمية حدث ولا حرج، الأخطاء الاجتماعية حدث ولا حرج، السير أكو مسألة مو طبيعية، نحتاج إلى ثورة يا ناس، يا أخوان يا حبايب، لأنه هذا اللي جاي يصير بينه. إحنا نتغنى بحضارتنا، راح ينظر حضارتنا بهذه السلوكيات، تنظر حضارتنا، يعني إحنا ما نجي نقول اليوم إحنا أصحاب حضارة ونجي نسلك سلوكيات حقيقة بعيدة جملة وتفصيلا عن هذه الحضارة، راح نضر بحضارتنا، العالم راح تضحك علينا تنتقدنا. انتبهوا لهذه النقطة المهمة إخواني، أكو نقطة مهمة لازم ننتبه لها. طيب فالناس اليوم الناس بدت مثل ما تطرق هذا السيد المحترم من كرفور، يجي ينقذ ناس يجي يحطوه بالسجن. يا عم ليش تحطه بالسجن؟ انا اريد انقذ حياه شخص، انا جاي انقذ حياه شخص. احنا ما نتكلم عن الاشخاص اللي يرتكبون الحوادث ويكمل طريقه، بسبب الخوف، بسبب الرهبه، بسبب غياب الوازع الاخلاقي. يعني انت اليوم لما تجي ترتكب حادث معين غير توقف سيارتك، اوقف سيارتك، انت رجل لو مو رجل تتحمل المسؤوليه لو ما تتحمل المسؤوليه، غير نفتهم. مو انت لما تجي يعني تسببت في حادث معين اديت بشخص قد يكون مين يفقد حياته وفقدوا حياته، توقف تشوفه، شوف احتياجاته، تنقله للمستشفى وتحمل، اتحمل. طيب اذا اللي اريد اوله بانه يجب ان يعني نمتلك الحكمه بمعالجه الامور. هذا اللي جاي يصير، جاي يضر بينا، جاي يضر بينا. طيب ما هي الحلول؟ اليوم احنا ما نجي نتكلم عن الحلول، طيب الحلول هي انه تجديد القوانين. من غير الممكن ان تعلو بعض الاصوات على صوت الدوله، من غير الممكن. الدوله يجب ان يكون لها صوتها، يجب ان يكون لها قوتها في تطبيق القانون.
القانون يمشي على الجميع ويسري على الجميع. مع كل احترام وتقدير العشائر يجب ان تساعد الدوله، ويجب ان ولا يجب، انتبه نقطه مهمه جدا مشاهدي الكريم، العشائر يجب ان تساعد الدوله في تطبيق القانون، ولا يجب ان تطبق قوانينها الخاصه. القوانين الخاصه تطبق ضمن حالات معينه. طيب اذا يجب ان تشجع الدوله في تطبيق القانون، تطبيق القانون هذه نقطه مهمه جدا، بث الوعي بين الناس. احنا تلفزيوناتنا اليوم ما شاء الله من الصبح للليل ما عندنا غير السياسه وما عندنا غير فلان وعلان، ما عندنا شيء تلفزيوناتنا، ما عندنا برامج تبث الوعي، ما عندنا برامج تبث المعرفه، ما عندنا برامج تبث الادراك بين الناس. ولذلك نصل الى ما نصل اليه. احنا بحاجه اليوم الى ثوره اخوان، وحتى وسائل الاعلام يجب ان تقوم بواجبها. المصلحين يجب ان يقومون بواجبهم. اليوم كثير من الناس يقلدون شخص معين، سواء على المستوى الرياضي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الديني، على المستوى الاجتماعي، كل واحد عنده رمز. فذول الرموز يجب ان يقومون بواجبهم بتوجيه الناس، لانه انت تتحمل مسؤوليه، ذول الناس جاي يمشون وراك، فيجب ان تتحمل مسؤوليتك بتوجيههم. طيب نقطه اخرى، بانه طبعا احنا اليوم بيجي نتكلم ترى احنا عندنا الورق اليوم اخر الاحصائيات 12 مليون امي يعني لا يقرا ولا يكتب، 12 مليون انسان بسبب الظروف، بسبب المشاكل اللي نمر بها ادت الى ما ادت اليه. عندنا الاميه بشكل كبير منتشره خصوصا بين الشباب. طيب هذه الاميه العقل المنطقي جاي يتكلم علميا، العقل المنطقي ما يشتغل عنده، مين يشتغل عنده؟ العقل العاطفي، يعني يسير بالعاطفه، اذا تخاطب العاطفه. من يقوم بهذه العمليه؟ اكيد دول طبعا يتقون رموز معينه، رجال معينين، فواجبهم هنا مخاطبه العقل العاطفي وتوجيه دول الناس. لانه ما يشتغل عنده العقل المنطقي. مشاهدينا الكرام، الموضوع حقيقه طويل، يعني بقدر عندي يمكن دقيقه بعد او دقيقتين حتى اختم. انا اتصور بانه نكمل وياكم السبت القادم احسن، ناخذ اتصالات من عندكم، تشاركونا الراي، تشاركونا ايضا ممكن الحلول، ونكمل نكفي موضوعنا في السبت المقبل ان شاء الله. بالنهايه اكرر شكري وتقديري الى قناتي الكريمه قناه الرشيد الفضائي تحت هذه الفرصه بانه نتكلم وننطي ونقدم، وايضا الشكر موصول لفضلك مشاهدينا الكرام على متابعتكم وعلى تفاعلكم، وتقبلوا مني كل المحبه والاحترام، وخير الناس من نفع الناس. شكرا جزيلا دكتور كريم الترابي على تقديم هذه الفقره، وان شاء الله نشوفك بالسبت المقبل، شكرا جزيلا. متواصلين ياكم مشاهدينا الاحبه بفقراتنا الصباحيه، لكن بعد هذا الفاصل.